لتفاصيل أكثر حول هذا الخبر ينضم إلينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد. إليك مصطفى. نعم، مساء الخير يا رب. بالفعل طبعا اليوم العراق يشهد ربما نشاط صاروخي قذائفي غير مسبوق، بدأته طبعا جهات استهدفت قاعدة بلد الجوية التي تستهدف بشكل ربما شبه مستمر من قبل جهات غير مجهولة ولم تسميها الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة. آخر استهداف لقاعدة بلد نفذ بستة صواريخ، 4 منها سقطت داخل القاعدة، 2 آخران سقطا بالجهة الخارجية من قاعدة بلد الجوية. حتى هذه اللحظة لا توجد أي ردود أفعال رسمية ولا حتى بيان من قبل خلية الإعلام الأمني الرسمية التي تقوم عادة بإصدار مثل هكذا بيانات لتوضيح حقيقة المعلومات التي تتوافر لدينا. يارا تشير إلى إصابة عدد من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي من أمريكي الجنسية، هنالك بعض الأنباء تتحدث عن إصابة 5 أشخاص، نقل 2 منهم إلى مستشفى عين الأسد من أجل تلقي العلاج لجراء إصابتهم. وبالتالي هذا الاستهداف يأتي مكملا للتصعيد المستمر ضد المصالح الأمريكية في العراق، الأمر الذي يضع الحكومة العراقية في موقف حرج مستمر حتى هذه اللحظة، وهي لا تستطيع أن تقوم بحماية هذه القواعد والمصالح الأمريكية في العراق ولا حتى أن تقدم من يقف وراء مثل هكذا هجمات. هنالك أيضا هجوم آخر في شمال العراق دادية في منطقة كفري بالتحديد، استهدف أيضا قاعدة لقوات البيشمركة بقذيفتي هاون مجهولة المصدر ومكان الإطلاق، وبالتالي هنالك ربما أحداث عدائية وتصرفات عدائية. يعني حتى اللحظة لا توجد أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ مصطفى. كما جرت العادة يارا، لا أحد يتبنى الهجوم، الجميع يتنصل مثل هكذا هجمات، لكن تشير طبعا أصابع الاتهام إلى جهات مقربة من إيران باعتبار أن من يستهدف هم جهات أمريكية، وطبعا الحرب بالإنابة بين واشنطن وطهران على أوجها في العراق، ولذلك تتهم تلك الجماعات المقربة من طهران بتنفيذ مثل هكذا الهجمات. شكرا لك مصطفى القطان مراسلنا من بغداد.